سلام، انا معاد احبوش. اليوم غنتكلموا على واحد الحدث اللي مشهور في تاريخ الاسلام، واحد الحدث اللي كان ما بين قريش والجماعه ديال المسلمين، واللي هو صلح الحديبيه. بطبيعه الحال غنعرفوا شنو وقع في صلح الحديبيه وكيفاش وقع، وغتفهم كل شيء. الهدف من هذا الفيديو هو انك تفهم ذاك الدرس ديال صلح الحديبيه اللي هو من اطول الدروس عندكم، وتفهموا بواحد الشكل اللي يكون سهل بزاف. المهم احبابي نبداو القصه. في العام السادس الهجري وتقريبا في شهر ذي القعده، النبي محمد خرج من المدينه المنوره وهاجر لمكه. علاش هاجر لمكه؟ باش يؤدي العمره، باش يعتمر هو والمسلمين اللي معه. في ديك الوقيته مكه كانت شادها القبيله ديال قريش، كانت ساكنه فيها. فقريش جات قبل من الاسلام 600 عام واستقرت في مكة المكرمة وفي الجزيرة العربية وفي شي دول، ولكن مسقط الرأس راه هو مكة. وهنا كاين الإشكال اللي غيؤدي لصلح الحديبية. فالمسلمين ميمكنش ليهم يدخلوا لمكة حيت قريش فيها. إلا مشاو لمكة غيرجعوا في حالاتهم، يعني غيعرضوهم قريش، غيسدوا عليهم الطريق ويرجعوا في حالهم. المهم محمد عليه الصلاة والسلام جمع 1400 واحد، شي من الصحابة والناس اللي كانوا معاه، وغاديين كل شيء باش يديو العمره بلا حرب بلا اي شيء، يعني ما كاينه لا حرب لا والو، هما بغاو غير يديو العمره وصافي. المهم وجدوا الزاد ديالهم، الماكله وكل شيء، جمعوا حوايجهم ومشاو قاصدين مكه باش يعتمروا. فاش وصلوا محمد عارف باللي قريش راه ما غيخليوهمش يدخلوا، وباش قريش ما تسوءش الظن على ان المسلمين جايين يقاتلوها في مكه، محمد صفت عثمان بن عفان باش يمشي يقولها ليهم، يخبرهم باللي راهما جايين غير العمره، ما قاصدين لا حرب لا قتال لا والو، ويدعيهم النيت للاسلام. في نفس الوقت يبلغ الدعوه ديال محمد. منها يوصلوا المسلمين للحل السلمي، يعني يقدروا يعتمروا ويوصلوا لواحد الحل اللي زوين ما بين قريش والمسلمين. ومنها الدعوه ديال محمد تنتشر. عثمان بن عفان مشى لعندهم ودار هاد الشهادة، بلغ الدعوة وقال لهم بلي ما جايينش نتقاتلوا. كما قلنا قريش كانت قبيلة بانت قبل الإسلام ب 600 عام تقريبا، وهاد القبيلة هادي المسقط الرأس ديالها هي مكة. قريش كانت قوية في ديك الساعة، وكانت عندها علاقات مع الدول وتحالفات، كانت قوية بزاف، يعني مقارنة مع قريش والدولة الإسلامية، يعني الجماعة ديال محمد كانت قوية عليها بزاف. فباش ان هاد قريش هادي تقبل الصلح وتعقد واحد الصلح ما بينها وبين المسلمين، فهادشي هذا رد الاعتبار للدولة ديال الاسلام ديال محمد. عثمان بن عفان فاش مشى كانوا كيحسبوا المسلمين انه غيرجع دغيا، فهما باغين يشوفوا الخبر والحجة، والحجة الغايب راه طولات، فهو طول عند قريش، بقى عندهم بزاف ديال الوقت. وهادشي هو اللي خلى الاشاعة ديال عثمان باللي راه مات، قتلته قريش. وهنا من بعد التعطيله ديال عثمان بن عفان، المسلمين بغاو يردوا الثار انهم ينتقموا ليه، يعني القتل ديال واحد من الصحابه، واحد اللي مشى غير انه يقول باللي راه المسلمين جايين غير في سلام، ما ناويين لا حرب لا والو، بغاو غير يعتمروا، فبغاو يردوا ليه الثار. هنا غتوقع واحد البيعه اللي مشهوره حتى هي في التاريخ ديال الاسلام، واللي هي بيعه الرضوان. الرسول عليه الصلاه والسلام جمع المؤمنين في واحد الشجره، يعني تقريبا 1400 واحد جمعوا في شجره واحده، وديك الشجره سميتها شجره الرضوان. وداك الشيء علاش نيت تسمات بشجره الرضوان، حيت وقعت تحت الشجره اللي اسمها شجره الرضوان. هاد البيعه هادي المؤمنين بايعوا فيها محمد باش يجيب الثار ديال عثمان ويجيب النصره للمسلمين. ولكن بمفاجاه قريش صفطت سهيل بن عمرو. هاد سهيل بن عمرو واحد السيد هادي ما تيدير لا صداع لا والو، وديجا كان مصاب من واحد الحرب مع المسلمين. المهم هذا السيد هو اللي وقع المعاهده ديال الصلح ما بين المسلمين وقريش، واللي هو صلح الحديبيه اللي كندويو عليه. جاء عند الجماعه ديال محمد وقال لهم باللي قريش باغا دير هدنه، يعني باغا دير صلح، وفين غيديروه؟ في الحديبيه. هاد المساله هذه ديال الصلح ايجابيه للمسلمين، حيت الدوله المسلمه او الجماعه المسلمه كانت مستضعفه ديك الوقت، كانوا ضعاف على قريش. وقبل ما يوقع هذا الصلح هذا داروا واحد المفاوضات، وسهيل بن عمرو هذا سهيل هذا عرض على محمد الشروط ديال هذا الصلح هذا. من بين الشروط اللي فرضتها قريش على الجماعه الاسلام، شرط ان الحرب ما بين قريش والمسلمين غتوقف لمده 10 سنين. داروا انهم لمده 10 سنين حتى واحد ما يقيس الاخر، حتى حرب ما تنوض ما بيناتهم.
ولكن قريش بالطبع غتنقد الوعد، وهذا الشيء غنشوفوه من بعد. شرط آخر فرضته قريش على المسلمين هي أن أي واحد من قريش مشى للمدينة، المدينة المنورة، باش يسلم، خص المسلمين يردوه لقريش، يردوه يعني هو غادي باش يسلم يعلن الإسلام ديالو، خصهم يردوه لقريش. والشرط اللي موراه متناقض تماما، تيبين هاد الفرزية وهاد عدم احترام الفكر. الشرط الآخر هي أن أي واحد من المسلمين ارتد على الإسلام ومشى لقريش ما غترجعوش قريش للمدينة. شفتوا على لعيبة كي دايرة؟ هاد الشرط هذا يقد يخلي قريش أن يكون عندها بزاف ديال الأتباع، يعني بزاف تابعين، حيت اللي غيمشي للمدينة غيرجعوه، واللي غيكون في قريش راه ما يمكنش يرجع. وشرط آخر واللي نقدو نقولوا أنه فشل المسلمين، هو أنهم يرجعوا حتى العام اللي موراه عادي يديو ديك العمرة. الناس كانوا فرحانين باللي غيمشيو يعتمروا العمره هذه، كلشي فرحان، كلشي يديه زاد، كلشي فيه الروح ديال باغي يمشي يعتمر. ولكن الشرط اللي فرضته عليهم قريش هو يرجعوا حتى العام اللي موراه، وبشرط حتى هاد الرجعه ديالهم والعمره كاينه بشرط، هو انهم يجيو بلا سلاح، وانهم ما يدخلوا لمكه حتى تخرج قريش منها، حتى يخرجوا قريش من مكه فين غيعتمروا المسلمين، عاد يدخلوا المسلمين يعتمروا. وان هذه الجماعه الاسلاميه ما غتفوتش 3 ايام وصافي باي باي، يعني يدخلوا يعتمروا ويخرجوا في حالهم، ما يبقاوش تما بزاف في مكه. الشرط الاخير اللي هو ممكن لاي قبيله حريه تدخل لقريش ولا الجماعه الاسلام، ومنهم واحد القبيله سميتها قبيله خزاعه، وهي اللي دخلت الجماعه المسلمين، وواحد القبيله اسمها قبيله بنو بكر هي اللي دخلت مع قريش. هاد الصلح الحديبية هذا، هاد العقد هذا، مالغري هو كان شوية فشل المسلمين، عجزهم شي شروط عجزاتهم، ولكن كانت عنده نتائج زوينة للجماعة الإسلامية. الرسول قد ينشر الدعوة ديالو، دعوة الإسلام، في مناطق متعددة، وقد تكون سونترا مع اليهود ديال خيبر. خيبر واحد المنطقة ساكنين فيها اليهود وقبائل النجد، هادو من أشد الأعداء ديال الإسلام. فهاد القبائل هادو كانوا في هاد خيبر هادي، وكانوا كيتامروا تما فين كانت المعسكرات ديالهم، وكانوا داروا شي وعود مع الرسول فنقدوها معه، يعني نقدوا العهد، نقدوه ما داروش بالعهد ونوضوا عليه الحرب. فالرسول قد تكون سونترا مع هاد اليهود ديال خيبر، واللي جا من بعدها نتفتح خيبر. دونك نقدو نقولوا ان صلح الحديبيه سبب فتح خيبر، حيت نورمال كون كانت عنده حرب من جانب ديال قريش ومن جانب ديال اليهود خيبر غيكون عنده إشكال واحتمال كبير أنه يخسر الحرب. فهذا الصلح هذا خلى الرسول أنه يتكونسونترا مع اليهود ديال خيبر، هو النت اللي خلى أنه يفتح خيبر في العام 7 الهجري. نتيجة أخرى اللي جات من صلح الحديبية هي أن الإسلام انتشر بكثافة في بزاف ديال القبائل، وبزاف ديال القبائل دخلوا الإسلام، واللي بينهم قبيلة خزاعة اللي كانت قبيلة كبيرة. ومالغري الشرط اللي عجز المسلمين واللي فشلهم، يعني انهم يرجعوا حتى العام اللي موراه عادي يديو مناسك العمره، جاهم الفتح ديال مكه. فتح مكه بالطبع ما جاش غير هكاك، القبيله ديال بنو بكر اللي منسوبه لقريش غادي تحارب مع القبيله ديال خزاعه اللي حليفه لجماعه المسلمين، يعني القبيله ديال المسلمين. بلغه اخرى قريش نقضت العهد ديال صلح الحديبيه مع الجماعه الاسلام. ايوا هنا الرسول محمد جهز جيش فيه 10,000 مقاتل وتحرك بالجيش ووصل به لمكة. الرسول بالطبع دخل مكة بلا حرب بلا والو، ولكن خالد بن الوليد الصحابي اللي كان معاه، هذا القائد المسلم هذا، حاولوا واحد الرجال من الجيش ديال قريش انهم يقتلوه، فنضت بينهم حرب وقتل منهم خالد بن الوليد 12 راجل. هادو اللي من قريش اللي بغاو يقتلوا خالد بن الوليد وكيحاربوه كان عندهم جيش صغير، وتا خالد بن الوليد كان عنده جيش صغير، فمن جهتهم هما تقتل 12 واحد، ومن جهه المسلمين تقتلوا جوج. قريش على ما كيبان انها استسلمت، وان محمد فتح مكه في السنه 8 هجريه. محمد مشى لدوك الاصنام اللي كاينين في مكه وبدا كيضربهم بواحد القوس كيطعن فيهم، ودار الطواف على الكعبه وهرس التماثيل والتصاور ديال الالهه الخرافيه اللي كانت ملصقه ديك الوقت، والمسلمين دخلوا لمكه. هذا هو الفتح ديال مكة. وجات وقت الصلاة، الرسول أمر بلال، أتكونوا شتوا هاد لاسين هادي، الرسول أمر بلال بن رباح أنه يطلع يأذن من الكعبة، وفعلا طلعوا أذن.
هذا هو المفيد ديال الصلح الحديبية. أشكون فهمتوا دابا شنو كاين، وكنتمنى تكونوا خديتوا معلومات عليها. شكرا بزاف على التفاعل الدائم ديالكم.